كل يوم عن الأول الأيام بتثبت لوحدها إن البلد دي بلد عظيم، بلد كبير بحضارته بتاريخه بآثاره بأهله بشعبه، لدرجة إنه أبرز وأحدث الأخبار المتحف المصري كبير أصبح هو نفسه في حد ذاته أثر، وبيتم إدراجه ضمن لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو على القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي. تعال نشوف الخبر مع بعض. بيقول نقلا عن المصري اليوم: إدراج المتحف المصري على القائمة التمهيدية لليونسكو. الخبر في حد ذاته بيتعامل مع المتحف المصري على أنه كان أو أنه بيظل أحد أهم مواقع التراث العالمي، مش فقط لما يحتوي من كنوز أثرية، لكن أيضا لأثرية ورمزية وقيمة المبنى، مبنى المتحف المصري الموجود في ميدان التحرير. ناس كتير تصورت أنه بعد مشهد نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري، المتحف ممكن يفقد أثره وزخمه وقيمته وأهميته التاريخية والأثرية، لكن بيجي خبر زي ده عشان يؤكد أنه مصر كل يوم فيها تأكيد على أنها بلد كبير وعريق. المتحف المصري بيعد أول متحف قومي في منطقة الشرق الأوسط، وتم افتتاحه سنة 1902 في عهد الخديوي عباس حلم الثاني، وبيضم أكبر وأهم الكنوز الأثرية للحضارة المصرية القديمة. لكن كمان مش بس المتحف المصري، كل يوم في جديد. آثار مصر لا تنفد وميراث الفراعنة لا ينتهي. بعض الناس يقولك أنت بس اضرب فاس في الأرض هتطلع أثر. النهاردة بتعلن بعثة تنقيب برئاسة عالم الأثار الشهير زاهي حواس ووزير الأثار السابق، بتعلن البعثة عن اكتشاف بقايا مدينة كبيرة تحت الرمال في الأقصر، مدينة كاملة مطمورة تحت الرمال في الأقصر بيعود تاريخها إلى نحو 3000 عام، اسمها المدينة المفقودة، زي ما أطلقت عليها البعثة اللي أسسها الملك أمنحتب الثالث، واللي حكم مصر في الفترة من 1391 ل 1353 قبل الميلاد، واستمر استخدامها في عهد الملك توت عنخ آمون. وآدي الأخبار: زاهي حواس يعلن اكتشاف المدينة الذهبية المفقودة. لو في بعض التفاصيل ممكن ناخدها، لكن ده مشهد لزاهي حواس وهو بيعلن عن هذا الكشف الكبير. خلونا نلقي نظرة على الصور اللي نشرتها الصفحة الرسمية لدكتور زاهي حواس. دي جانب من الآثار اللي وجدت في المدينة المفقودة في الأقصر، مدينة كاملة مطمورة تحت الرمال في الأقصر. آدي جانب من التحف المعمارية والكنوز الأثرية. ده منظر، شوف منظر المدينة، مدينة كاملة كانت موجودة كأنها منطقة صناعية للفراعنة في منطقة الأقصر. شوف منظر حتى الجدار المتعرج، وده هيكل عظمي لشخص، جثة كانت موجودة وتم اكتشافها أيضا، بالإضافة لعدد من التماثيل. الحقيقة شيء يعني بيدعو للفخر والفرح، وبتسعد تحس ان انت بلدك قد ايه بلدنا جميلة. شوف في ظرف 24 ساعة حدثين اثريين، ولسه كنت بتتكلم على نقل المومياوات، مشهد اكثر من رائع. خلونا نطلع اكثر على التفاصيل. بينضم الينا عبر سكايب الدكتور حسين دقيل الباحث والمتخصص في الاثار. دكتور حسين مرحبا بحضرتك، وتعليقك الاول على مشهد هذه المدينة المفقودة، إيه أهميتها وكلمنا عن قيمتها؟ أنت رجل خبير في هذا الأمر وأنت أيضا من أهل الأقصر. أهلا بك. أهلا بك أستاذ السيد وأنا بالسادة المشاهدين. أهلا بك. طبعا يعني حدث فعلا فز، يعني وحدث كبير، حتى كان تعليقي عليه أنا، وفوجئت بعد كده أني فعلا التعليق ده برضو يعني علق عليه شبيه بي من قبل الأجانب. أنا ذكرت منذ ساعات يعني أن هذا الاكتشاف يعتبر من أهم الاكتشافات اللي تمت في مصر في الفترة الأخيرة. فإذا بي من فترة يعني أسمع أحد علماء المصريات في الخارج يذكر أن هذا الاكتشاف هو يعتبر اكتشاف الثاني بعد اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، لأن فعلا يعني المدن الثاني في أهميته عام. يعني نعم، لما له من أهمية. ليه؟
لأن المدن يا أستاذ سيد هي عبارة عن تستطيع أن تكون هي خلفية لناحية اقتصادية واجتماعية وسياسية لهذه المرحلة، وأيضا تعطي أيضا يعني معالم لما للمرحلة التي تسبقها أو قد للمرحلة التي تلحقها. المدينة دي كانت بتمثل إيه دكتور حسين؟ نعم، المدينة دي كانت بتمثل إيه في التاريخ الفرعوني القديم؟ نعم طبعا، يعني في تعليقات ممكن الواحد يراها من بعض يعني المشاهدين ان هذه المدينه بهذا الشكل، كيف كانت مدينه ولماذا كانوا يضيقوا على انفسهم بهذا الشكل؟ يعني كان في متسع، فلماذا هذه هي عباره عن يا سيد زي لما احنا بنقول مدينه عمال، مدينه صناعيه، مكان مقر للعمال الذين يعملون في حرفه معينه وفي صناعه معينه. لم تكن مدينة سكنية كاملة في الأصل. يعني ذلك زي مدينة العمال التي وجدناها أيضا موجودة في الأقصر أيضا، أو مدينة العمال الموجودة في الهرم، هي للعمال الذين كانوا يعملون في هذه المنشآت، سواء كانت منشآت الهرم أو منشآت المقابر في الأقصر، فلذلك هي كانت بهذا الشكل. أيضا هناك يعني ملمح جميل جيد جدا ذكرته حضرتك، أن حتى السور الموجود حول المدينة منحني. هذا من المعالم البارزة والتي يعني فعلا نحن لم نكن على دراية كاملة بها من قبل. وأيضا في خلال هذا السور نرى أن هناك فتحة واحدة للدخول، دليل على أن كان هناك عبارة عن مكان مؤمن بشكل كامل. طب أنا عايز نركز على منظر المدينة والسور، لو نعرف نجيبه مصطفى الصورة بتاعت المدينة نفسها والسور اللي بيتكلم عنها الدكتور حسين. أنا عايز أفهم، هل هو ده الشكل عارف الطبيعي؟ يعني ده الحجم الطبيعي ليها، ولا ده نموذج مصغر، ولا ايه؟ لا هو الحجم الطبيعي، يعني كل المدن، ما انا عشان كده بقول لحضرتك كل المدن التي وجدت العمال كانت مدن صغيره، يعني حتى المنازل كانت لا تزيد عن 70 متر مساحتها. يعني دي كانت بيوت العمال في المدينه الصناعيه دي. نعم هكذا. نعم هكذا. طب والجدران، الجدران بتاعتها ده كان الطول، يعني هم كانوا عايشين في اصل انا هقول لك انا بسأل السؤال ده ليه، عشان لما نجيب صوره الهيكل انا عايز اعرف هو الفرعون ده كان او المصري في الوقت ده كان طوله عامل ازاي، لان مشهد الهيكل العظمي يبدو ضخم. يعني لا هو كل ال هي معانا الصوره، المومياوات التي كانت في هذه المرحلة لم تزد عن 170 سنتي، 175 سنتي أقصاها يعني. يعني نفس الطول بتاع المصري العادي، مش مفيش حاجة. نعم. ما كانوش عمالقة يعني. كان يتخيل البعض منا أنهم كانوا عبارة عن هياكل كبرى، لا يعني هي من 3000 سنة، يعني مش مرحلة طويلة المدى تدل على أنه كانت هناك عباقرة أو عمالقة، يعني لا هو كان شخصيات عادية ولذلك المومياوات بتاعتهم والمباني ايضا تدل على ذلك، هناك مقابر عاديه وسراديب عاديه، وهناك يعني كثير من المظاهر التي تدل على ان احجامهم كانت بشكل الهيكل العظمي ده. هل البعثه قالت هل هو لرجل ولا لامراه؟ هو قيل انه لرجل، لكنه لم يتم اكتشاف معلومات عنه بعد، يعني هو طبعا اكتشاف ضخم لكنه لم يبدأ بالعمل بهذه المنطقة إلا منذ عدة شهور، يعني لا تزيد عن 6 أو 7 شهور، ولذلك الموضوع محتاج بحث بشكل كبير جدا، وهو لم تكتشف المدينة كاملة، يعني هو جزء من هذا الذي اكتشف، يعني هم لسه ما كملوش. يعتقد أن هناك يعني سوف تتم حفار أخرى بما يعني يقدرها، يعني الدكتور زاهي قدر كده، وان كنت انا لا يعني لا احب التقديرات السريعه بالشكل ده، لاني يعني هو يقول نحن وصلنا الى تلتها، فما اعتقدش يعني ما لم يكتشف نستطيع ان نحدده بهذا الشكل، لكن هو بشكل عام الاكتشاف اكتشاف ضخم جدا، ومن الواضح ان سوف تكون له تبعات اعتقد، ولذلك الوزاره والدكتور زاهي كرئيس للبعثه يعني سوف يكون هناك مؤتمر ضخم يوم السبت للإعلان الرسمي عن هذا. هو التنقيب ده بيتم ازاي دكتور حسين؟ يعني ايه الآلية اللي بيتم بيها العمل في مثل هذه المواقع؟ يعني طبعا علم واسع وكبير كان في البداية يعني يقوم به الأجانب لعشرات السنين،
لكن حقيقة تحسب يعني هذا الدكتور زاهي حواس منذ عام 2002 قام بعمل مدرسة تسمى مدرسة الحفائر المصرية، أخرجت في عدة سنوات يعني بسيطة إلى أن توقفت، يعني توقفت منذ فترة، أكثر من 500 أثري حفار ونقاب متخصصين منهم في العظام، متخصص منهم في الزجاج، متخصص منهم في الفخار، لأن المنقبين أنفسهم هؤلاء يعني عندهم متخصصين. يعني إحنا عندما نحفر في مكان، إذا هذا المكان يوجد فيه فخار فلا يتعامل به إلا هذا المتخصص، وإذا كان زجاج وهكذا أو معادن. أيضا هناك في مثل هذه الأعمال في البداية قد نستخدم بعض الأدوات أو الآلات الكبرى، يعني مثل الفأس وغيره وحمل بعض يعني الأتربة والرمال، لكن بعد ذلك لا نستطيع أن نقوم بهذا الأمر. هناك تحدد مربعات معينة ومحددات ويعني مربعات تكون متسلسلة سواء أفقية ممتدة يعني يمين شمال أو شرق غرب، يعني تقسم بهذا الشكل، والحفر إلى الأسفل أيضا بتقدر بمراحل محددة على حسب مراحل الأرض ودرجاتها. يعني الموضوع بيتم بتأدة ولا يتم بشكل كما يعتقد البعض أنه بيتم كما كان، يعني خد فترة بهذا الشكل يتم بشكل عشوائي ورفع الأتربة بشكل ضخم جدا. لا يعني عملية ممنهجة ومدروسة وعلمية. نعم، هناك علم حاليا، علم متقدم جدا في هذا المجال، يعني وكل يوم يقدم الجديد فيه. النقطة المتعلقة هنا بما يشار إلى أنه في علم اسمه علم المصريات ويدرس في كبرى الجامعات وكده، الواقع مثل هذه الاكتشافات الأثرية الكبيرة في الغرب كيف يتم الاحتفاء بها، خاصة زي ما حضرتك تفضلت وأشرت إلى أنه في علماء في علم المصريات بيشيروا إلى أنه اكتشاف أثري زي ده قد يضاهي اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في أهميته، يعني كيف يتم الاحتفاء به عالميا، خاصة أن احنا ممكن ربما لا نحفل كثيرا بمثل هذه الأحداث محليا للأسف. صحيح، يعني فعلا هم العلم المصريات طبعا نشأ في الغرب، يعني برضو للعلم قبل أنا، لأني عندما يعني في القرون الماضية خاصة في ال 18 وال 19 وأيضا في المنتصف الأول من العشرين، نصف الأول من العشرين، كان الأجانب وخاصة الإنجليز والفرنسيين كانوا هم الأساس الذين يعني يتعاملون مع آثار مصر. كنا نحن إلى فترات يعني بداية، حتى دائما ما أقول أن أول من مسك منصب في مصلحة الآثار كان سنة 56 أو 54 في القرن العشرين. فإحنا لم نكن يعني بعدة أسباب، يعني لدرجة أن كثير حتى من المتخصصين يا أستاذ سيد وخذوا الفترة طويلة جدا يعتقدون أن يعني الغرب يستطيعون حماية آثارنا أكثر من الدرجة، يعني كانت هذه عقيدة في حتى عند عدد من الأكاديميين للأسف، يعني وربما ما زالت يعني آثار بعضها موجود في عقول البعض حتى الآن، يعتقدون أن الغرب على دراية أكبر بالحفاظ على الآثار، وهو طبعا كذلك. لكن دائما ما أقول أنا هذا يعني نوع من أنواع عقدة النقص التي لابد أن نزيلها، يعني حتى لا أخرج بعيد عن الموضوع. طبعا فعلم المصريات نشأ في الأصل في الغرب، لكنه بعد ذلك بدأ الاهتمام به في مصر حقيقة منذ بداية اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون. طب أنت شايف في حالة من الصحوة المبكرة شوية، أو ما أعرفش بقى صحوة ولا مش صحوة، بس في حالة من استدعاء الزخم والاستفادة من حدث النقل المومياوات، فطلع قال لك في دلوقتي فكرة إيه، طب ما تيجي ندرس هيروغليفي للأولاد في المدارس، إيه رأيك في الدعوة دي؟ أنا عايز أقول لحضرتك يا أستاذ سيد، هو حقيقة والله وللعلم يعني مهمة جدا، إن إحنا في الأساس إحنا محتاجين إلى عملية الوعي، الوعي لجميع يعني أمور حياتنا. في وجهة نظري منها الآثار والتاريخ القديم، نحن عندما نتعلم التاريخ القديم لا 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 نقول نحن نريد أن نظل نفتخر بالقديم، لا، نحن نريد أن نتعلم من القديم لكي نطبق الحديث، هذا مهم جدا. عندما نقول أننا نريد أن نعلم الأطفال بعض الرموز، أنا قلت حتى في بوست من قبل أن في رسالتي للدكتوراه كنت واضع مقترح من ضمن هذه المقترحات، ولست أنا الوحيد، كثير من الباحثين كانوا يضعون هذا المقترح، لابد من تعليم رموز، وإحنا نقول رموز
ونقول لغات ولا نقول كتابات، نقول رموز المصير القديمة للطلاب. عندما يتعرف الطالب على بعض الرموز هو يكون لديه يعني جاذبية للاتجاه نحو هذه الآثار لكي يقرأ ما عليها، فيتعرف على تاريخه بشكل مباشر. نحن بعض الناس يا دكتور حسين بيقول لك يعني الولد ما بيعرفش يكتب اسمه بالعربي، هتعلمه هيروغليفي؟ هذا لا 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 يمنع ان احنا نتعلم اللغه العربيه ونتعلم ايضا الرموز الحروفيه. ليس معنى استاذ سيد اننا مقصرين في جانب اخر ان نقصر ايضا في الجانب ده، لا، نحن نريد ان نرتقي بانفسنا في كل الجوانب. يعني عندما يقول، حتى عندما يقول احد من الناس انتم تكلفتم مليارات على نقل المومياوات او ملايين، كان اولى بها الصحه انا اقول ايضا الصحه والتعليم مهمه، ولكن هذا جانب وهذا جانب. نحن نريد ان نهتم بهذا الجانب ونريد ان نهتم بهذا الجانب. عندما يكون هناك تقصير في جانب لا لا لا, لا, لا نعتقد انفسنا ان احنا نقصر من جانب حتى لا. استاذ سيد، حتى ثبت ان النظم لا تستجيب لهذا الامر. عندما نقول نحن لا نريد ان نكلف هذه التكاليف على نقل المومياوات من اجل استفاده منها في الصحه، هذه النظم لو انت استجابت لي هي لن تهتم بالمومياوات ولن تهتم بالصحه والتعليم. نعم، اشكرك شكرا جزيلا دكتور حسين دقيل الباحث والمتخصص في الآثار، وكنت أود أن يطول المقام أكثر لكن أشكرك شكرا جزيلا دكتور حسين دقيل الباحث والمتخصص في علم الآثار.